السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة سلسلة جديدة بنتكلم فيها عن أمثلة باللغة الإنجليزية. الأمثلة باللغة الإنجليزية حاجة لذيذة جدا لما تضيفها أثناء الكلام بتاعك بتبين إنك أنت واد شبح في الإنجليش. يعني تخيل مثلا كده إنك بتتكلم مع واحد أجنبي وتلاقيه بيقول لك وسط الكلام يا عم ضربوا الأعمى على عينه وقال خربان خربانة، فتلاقيه بيستخدم أمثلة أثناء الكلام. ده معناه إن هو متمكن من اللغة أو بدأ يدخل في الثقافة بتاعة اللغة. الحكايه كبيره يعني، فتعال نشوف ناخد شويه امثله كده، او كل فيديو ناخد مثال ونتعلم اكتر عن الامثله. اول مثال هنتكلم عنه النهارده، لو انت طبعا معاك صديق او حبيب وفي فتره ما بينكم ما بتقابلوش بعض او البعد ما بينكم، فتيجي تقول البعد يزيد القلب شوقا. فازاي تقول؟ ازاي بقى تقولها بالانجلش؟ هتقول absence makes the heart grow fonder. absence makes the heart grow fonder. see you.